أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن وَدَعْ أَذَى
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.